السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أرجو أن تكونوا في أتم الصحة وعافية. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن الديناصور ريكس ومقارنة مع باقي الديناصورات والمعروف بالتي ريكس، وأخد شهرة عالمية كبيرة جدا في وسائل الإعلام عشان ده واحد من أكبر الديناصورات آكلة اللحوم في العالم، وكمان اتعملت أفلام كتير عنه زي ما أنتوا عارفين. وطبعا لو شفنا واحد زيه كلنا هنخاف ونجري ونهرب منه، بس ما تخافوش، كل الحيوانات دي انقرضت من زمان، وطوله بيوصل ل 12 متر ووزنه ل 9 طن، وطول راسه بس لوحدها ده متر ونص، وبتوصل سرعته ل 40 كيلو متر في الساعة، ده غير عضلات رقبته القوية جدا اللي شايلة الراس الكبيرة دي. ومع كل ده في ديناصورات تانية كتير قدوا في القوة ويمكن أكبر منه. وفي فيديو النهاردة هنشوف الحيوانات اللي واجهته وقدرت تتغلب عليه بالرغم من قوته. لكن في الأول ما تنسوش دعمنا بإعجاب وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة الفيديوهات اللي جاية، ونبدأ على بركة الله. سبينوسورس أو سحلية العمود الفقري، وعاشت في شمال أفريقيا، وعرفوا النوع ده لما اكتشفوا حفرياته أول مرة في مصر سنة 1912، وسمي باسم سبينوسورس المصري. وبيعتبر سبينوسورس من أكبر الديناصورات آكلة اللحوم في العالم، وطوله بيتراوح من 13 ل 18 متر، ووزنه من 7 ل 21 طن، وليه أطراف أمامية كبيرة وقوية، وليه 3 صوابع بس، وبيتغذى على الفرائس البرية والبحرية كمان. سيريزينوسورس وهو من الديناصورات الكبيرة، وعاش في آسيا، وطوله 10 متر وليه مخالب بيوصل طولها 60 سنتي، واللي بتساعده حلو قوي في القتال مع الحيوانات التانية، واللي بيستخدمها في الدفاع وفي التحدي، لو تواجه مع التي ريكس هيغلبه كمان. جيجانوتوسورس. جيجانوتوسورس هو نوع من الديناصورات اللي عاش في الأرجنتين، وكان بيشبه لحد كبير التيركس، وطوله 13 متر ووزنه 14 طن، وكان بيتغذى على أي حاجة تيجي في طريقه، مش عاتق، ده حتى الديناصورات الصغيرة كمان، ولو تواجه مع التيركس أكيد هيفوز عليه. انكيلوسورس. انكيلوسورس هو نوع من الديناصورات المدرعه، وطوله 8 متر ووزنه 8 طن، وكان ليه 4 ارجل، 2 طوال و2 قصيرين قدام، ده غير ديره الطويل اللي بيستخدمه في الدفاع او الهجوم على الحيوانات المفترسه واللي بتكسر عظامهم، ولو اتواجه مع التي ريكس طبعا هو اللي هيفوز.
الستيجوسورس وهو نوع من الديناصورات العاشبة، وتم اكتشاف احافير هذا النوع في غرب الولايات المتحدة والبرتغال، وتم العثور على بقايا اكثر من 80 حيوان من هذا النوع. ولو تواجه مع التي ريكس اكيد التي ريكس هينسحب على طول. ليوبيليورودون، ومعناها الأسنان أم جوانب ناعمة، وده نوع من الزواحف البحرية الكبيرة أكلة اللحوم، وعاش في العصر الجوراسي الأوسط، وكان بيعتبر من الحيوانات المفترسة، وطوله 25 متر، ولو اتقابل مع التي ريكس أكيد هو اللي هيفوز. كارنوتوروس، وده نوع من الديناصورات اللي عاشت في أمريكا الجنوبية خلال العصر الطباشيري، وتم اكتشاف حفريات له في الأرجنتين، وبيعتبر من الحيوانات المفترسة وطوله 10 متر، وكان ليه قرون كبيرة كمان فوق عينه. ديناصور راجاسورس، ديناصور راجاسورس هو نوع من اكلي اللحوم ذات الارجل، وفي الاواخر العصر التباشيري، وكانت الارض بتهتز لما بيمشي وبتهتز الاشجار من صوته، وتم اكتشاف العظام بتاعته في ولايه جوجوبارت بغرب الهند، وكان طوله بيوصل ل 10 متر، وكان ليه كمان قرن منخفض على جبهته، واللي بيتكون اساسا من عظم الانف، واللي كان بيساعده في النطح لو اتقابل مع التي ريكس. وانا مش عارف مين فيهم اللي هيفوز، ابقوا ردوا عليا في التعليقات وقولوا لي مين فيهم اللي هيفوز، ديناصور راجاسورس ولا ديناصور التي ريكس. ساركوسوكس، ساركوسوكس هو نوع منقرض من التماسيح، واللي شكله قريب من شكل التمساح بتاعنا بس طبعا اكبر، وعاش ساركوسوكس خلال العصر التباشيري، وبيعتبر واحد من اكبر الزواحف، وصل طوله 9 متر، وده فعلا اللي يتقال عليه التمساح العملاق، وكان فك اسنانه اللي فوق اكبر من فك اسنانه اللي تحت، ولو اتقابل مع التي ريكس طبعا هو اللي هيفوز وهياكله في لحظة. ميجالودون، والاسم ده كان مرعب زمان لكل الكائنات الحية، وهو نوع من أنواع القروش، وبيعتبر نسخة متقدمة من القرش الأبيض الكبير بتاعنا، وواحد من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة اللي عاشت على مر التاريخ،
وكان طوله 18 متر واسنانه كانت سميكه ومتينه جدا، وكان بيحب ياكل الحيتان والسلاحف البحريه. ولو اتواجه مع التي ريكس اكيد مفيش وجه مقارنه، ولا انتوا ليكوا راي تاني يا اصدقائي؟ اكيد طبعا هياكله على طول. ولو استمتعتوا لحد دلوقتي بالموضوعات بتاعتنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد، واحنا في انتظار ملاحظاتكم وارائكم في التعليقات تشجيعا لنا نستمر في انشاء المزيد من هذه الفيديوهات. وشكرا لكم اعزائي على المشاهده، تحيه طيبه لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير باذن الله. معقوله الفيديو خلص؟ والله ما حسيت بالوقت معاكم. انا محمد محمود من قناتي على اليوتيوب، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك، وما تنسوش يا اصحابي تردوا عليا وتقولوا لي ايه احسن مشهد عجبكم في الفيديو. سلام.